الملف الجاي ملف حزين طبعا. المخرج الشاب احمد سامي العدل ابن الفنان الجميل الكبير الراحل سامي العدل توفى فجأة بأزمة قلبية. والدته كانت في حالة صعبة جدا جدا طبعا، واهله كانوا في حالة صعبة جدا. شاب صغير لما بيموت فجأة بتبقى صعبة جدا جدا جدا. البقاء لله. معانا دلوقتي على الهاتف الأستاذة رشا سامي العدل. أهلا وسهلا يا فندم. طب نحاول نرجع نكلمها مرة تانية. اللي بيحصل دلوقتي إنه بقينا نلاقي شباب، يعني ما أقدرش أقول مش كتير، لأن لأ حصلت كذا حادثة الفترة اللي فاتت، إنه بيبقى الشاب يعني في سن صغير وفجأة أزمة قلبية وبيموت. فلو تفتكروا احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن موضوع القلب في مصر، وقلنا انه معظم الناس او معظم حالات الوفيات اللي موجوده في مصر بسبب القلب. لسه الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في الموضوع ده، انه اكتر الوفيات في مصر بسبب القلب وامراض القلب. فتوفى بازمه قلبيه فجاه. معانا دلوقتي الاستاذه رشا سامي العدل. البقاء لله يا فندم. شكرا، كتر خيرك، البقاء لله وربنا كتر خير ونعم يصبركم. بالله. لو حابة تحكي ايه اللي حصل فجأة، لو حابة تقولي يعني يا ريت. ما فيش والله، هو كان جات له كورونا، وبعد الكورونا جاله جلطات على الرئة. الحمد لله يعني تعب شوية، وكان في البيت ما كانش عارف يتنفس. صحابه ودوه على المستشفى وكلمونا. طبعا انا جريت جري، رحت على هناك، ما كانش حد لسه عارف. رحت لقيت حالته عماله بتتدهور، وبيقولوا لي في مشكله في شريان في القلب ولازم يركب صمام. فطبعا انا ما اعرفش المستشفى، وما اعرفش مين دكاتره كويسين ان هم يركبوا صمام او اي حاجه. فطبعا اتصلت بعمي، عم من عمامي يعني، وقلت له احنا لازم نركب له صمام، طب نشوف دكتور ننقله على مستشفى تانية. بس للاسف ما لحقتش للاسف. يعني اللي حصل كان أزمة قلبية فعلا زي ما مكتوب. ايوه، كان محتاج صمام في القلب ضروري، بس ما لحقش مع التنفس كمان، انه ما كانش عارف يتنفس. فطبعا الحمد لله، البقاء الحمد لله لله، ونعم البقاء بالله. لله، وربنا يصبركم يا رب يا اللهم رب. امين، اللهم امين. اللهم بشكرك اللهم جدا امين. استاذة رشا سامي العدل. يعني اهو فجأة كده أزمة قلبية راح. خلوا بالكم، لان احنا لسه بقول لكم الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن موضوع القلب، وان اعلى نسب وفيات عندنا في مصر هنا كلهم مرضى القلب، يعني لا سرطان ولا سكر، قلب. فخلي بالكم، وقلنا الاسباب ايه، وقلنا ايه اللي ممكن يعرضكم او يجيب لنا مشكله في القلب، وقلنا ايه الحلول، وقلنا اطمنوا عن نفسكم كل شويه، الموضوع عندنا زياده شويه.